حضرات المشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وتقبل الله صومكم وبارك يومكم. العلاقة الزوجية كسائر العلاقات تقوم على جملة من الحقوق والواجبات. لخصها القرآن في قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. كذلك تقوم على جملة من العواطف والوجدانيات، يلخصها قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وهالمشاعر وهالعواطف يذكيها ويؤججها الكلام الجميل، التعابير اللطيفة، وهذا ما يصطلح عليه بحسن التبعل، وهو في الواقع ناقص شوية في ثقافتنا الشعبية. إذا ما يكونش العكس هو الموجود، يعني في عوض كل واحد من الزوجين يبحث عن فرص الشكر والتعبير عن المودة والتقدير، كل واحد منهم ما يبحث كان عن مواقف اللوم والعتاب وتسجيل الأهداف. تودد الأزواج لبعضهم حتى في سن متقدمة ضروري، شرط أن يكون من غير تكلف ومن غير تزلف وكذلك من غير تبجح. وهتك أستار، لأنه كل ما يقع بين الزوجين هو من قبيل الأسرار الواجب حفظها وحجبها عن كل الأسماع والأنظار. ما هو ثم جماعة رجال كبار شوية في العمر واستنسوا يعشيوا في حانوت الحجام، قبل كان حانوت الحجام هو النادي اللي يتلمدوا فيه، وهك علاش يقول لك إذا ولدت ناقص كلام دخلوا صانع حجام الكثرة ما يسمع من الحكايات. وكان من بين هكا الجماعة واحد يبدأ يلز فيهم هكا بالحديث حتى يجبدوا موضوع نساء، ويبدأ يمدح ويشكر في مرته، في مرتي ما كيفهاش، في مرتي زايدة وتزيد في 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 في. ما هو ثم اللي باله واسع ويقدر يخليه يهرى مش عندي فيه، وثم اللي ما يتيقش العوج. ما لازم واحد في هيك الحلقة ما هوش يهاضم هيك الكلام اللي يقول فيه صاحبه على مرته، وكل مرة يرجع ويفهمه: يا ولدي انسى الكل، يجيوا في حضور رجالهم، انسى الكل، يعرفوا يبشروا في وجوه رجالهم، انسى الكل، يخافوا من رجالهم ويخافوا على رجالهم. يقولوا لا، مرتي زايدة وتزيد. قعد هيك الرجل بغصته في قلبه. نهار من الأيام تلمدوا كيف العادة وبداس يخينا يشكر ويمدح، حتى قال لهم: تتصوروش يا جماعة مرتي اش تقلي كيف نمرض. قالوا: اش تقلك؟ ما تقلك ما عندك سو إن شاء الله لباس ومن الذي مثل. قال لهم: لا لا، مرتي إذا لقاتني متسخف تتقفل وهي تدعي وتقول: يا سيدي برا جعل لي ماشي يجي فيك يجي فيا، يا سيدي يا جعل لي ماشي يجي فيك يجي فيا. قام يا الرجل الحروج يقول له: يا ولدي هكا كلامه برا والناس الكل يقولوه. قال له: لا لا. اي قال له: تحبش تجرب؟ قال له: نجرب. ملا قال له: امشي ادخل وكبر نوصك على وجهك واعمل روحك مريض والباقي تو نقوله لك. قام هكا الرجل دخل داره برنوصه فوق راسه وهو يكركر في ساقيه. من اللي راته مرته عليك الحالة عيطت فرد عيطة: يا سيدي شو بيك اللطف عليك؟ قال له: مريض. اللطف عليك يا سيدي، برا اللي مش يجي فيك يجي فيا، برا اللي مش يجي فيك يجي فيا. وبدأت توشلح شوية ودق الباب. خرجت المرأة قال: شكون؟ قال: سي فلان هوني. قلت له: هوني. قال: ترى ناديه. قلت له: مريض. أها، ملا قل له صاحبك فلان. دخلت قلت له: يا سيدي هكا ثم راجل قال صاحبك فلان. قال لها:
برا دخلوها. خليك الراجل لبس عليك يا سي فلان، ما عندك سو؟ قال له مريض. مشات هيك المرأة تحضر في قهوة، أي قالوا توا كيف تدخل بالقهوة وانت قول لها هذا راهو مش صاحبي، هذا راهو ملك الموت وراهو جا قابض. قالوا بهي شوية ودخلت هيك المرأة، نداها رجلها يا فلانة اقرب نقول لك. قلت له شبيك يا سيدي؟ قال لها الرجل هذا راهو ما هو صاحبي، هذا راهو ملك الموت وجا قابض، وانت ما قديمة تقول لي يجعل اللي ماشي يجي فيك يجي فيه. ولي قلت له يا ملك الموت ما تقبض لي شي روحي حتى نشاور مردي، بارك شي تفديني كيما ديما تقول لي. خرجت هيك المرة التالي وغزرت لك الرجل وقلت له يا ملك الموت ملك لصاحبك. وعلى أمل أن نلتقي في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.